اكتر حاجه شجعتني ان انا اشارك مع الانكيوبيشن في تيك النتورك وعدد الشركات اللي اتخرج منها زي وظف او بيقول لك which is شركات عدت بالجروس ستيج، وبرده المنتورشيب سيشنز اللي هتساعدنا كتير ان احنا نقدر نجرو اكتر ونقدر نعرف من اخطاء انتربرينورز تانيين بحيث ان احنا نتعلم منهم ونقدر نشوف ايه التجارب اللي مروا بيها وتفيدنا في الكيس بتاعتنا. احنا كأرلي ستيج ستارت اب كنا بندور على مكان نقدر نعرف منه اكتر عن الايكو سيستم، كنا محتاجين كونسلتيشنز في فيلدز مختلفه، ولقينا ان تيك احسن مكان بيقدم كونسلتيشن دي. اول حاجه خلتنا الموتيف ان احنا نيجي تيك الفيدباك الكويس جدا لقيناه من الستارت ابز اللي اتخرجوا. الحاجه الثانيه الدعم اللي بتقدمه المالي والمادي والورك شوبس اللي بيجيب ناس متخصصين تيجي تدينا ورك شوب وتيجي تعمل لنا ريفليكشن السوق بيقول ايه والاكسبيرينس بتاعتهم بتبقى موجوده عامله ازاي. الحاجة التالتة بيتماشى مع الخطة بتاعتنا ان احنا نقدر نتطور ونكبر موجودين في السوق، فكانت تيك اكبر جهة تقدر تدينا الدعم اللي احنا محتاجينه. My experience so far in Teak was amazing. احنا بدأنا معاهم في شهر 4/2019، بقالنا currently almost سنة. في طبعا ups and downs بالنسبة للستارت اب، اللي احنا لقيناه من Teak كان support، ده كان اكتر حاجة بتفيدنا during بالذات الوقت اللي كان فيه الداون ستيج اللي بتمر بيها الستارت اب. ان انت تلاقي مكان عامة بيساعدك بفلوس بمنتورشيب بنتوركينج، ناس بتحاول تفكر معاك وتساعدك ان انت تبني الشركه بتاعتك وتبقى جاهز ان انت تسكيل بيها، فده شيء عظيم. يعني زيرو ايكويتي من غير ما ياخدوا اي حاجه من الشركه. الاكسبيرينس سو فار هايله، وي جوت اكزيبت جوه مصر وبره مصر اكتر من مره، يعني رحنا في اسكندريه، رحنا تكني سامت، ورحنا جايتكس في دبي، ورحنا سلاش في فنلند، وقدرنا ان احنا نحسن من النتوركينج بتاعنا، وكان في كونسلتيشن سيشنز هناك مفيده جدا. فأي totally recommend أي early stage startup إن هي تجوين تيك. أكبر فايدة خدناها من تيك لحد دلوقتي طبعا هو المنتورشيب، النتوركينج اللي بيحصل هنا في المكان، والانكيبيشن تيم نفسهم كتير قوي بيفكروا معانا وبيحاولوا يساعدونا وبيحاولوا يفكروا معانا كتير قوي كمان ايه الاصح للبيزنس بتاعنا وايه اللي نقدر نعمله وايه اللي نبعد عنه او ناجله شويه دلوقتي. كونسلتيشن سيشنز بلس الاكزيبيشن وكمان الوركينج سبيس، لان احنا تيك قدمت لنا اوفيس كامل لينا كلنا. اكتر حاجه بنصح بيها للشباب ان هي تيجي تقدم هنا في تيك في مركز الابداع والتكنولوجي موجود في القريه الذكيه، بهدف عده حاجات. الحاجه الاولانيه ان هم هيلاقوا الدعم اللي هم محتاجينه، والحاجه الثانيه لو انت في دماغك مجرد فكره محتاج تاخد خطوه اكبر من كده هتلاقي هنا الناس اللي تسمعك اللي تديك النصائح الحقيقيه اللي مش تبخل عليك بمعلومه اللي هتديك سبورت بشكل كبير جدا.